كثير منا عصى ربنا سبحانه وتعالى وحاول انه يترك المعصية مرة وتنتين وثلاثة واربعة بس ما استطاع، واستسلم وقال انا ما عندي ارادة اني اترك هذه المعصية، وغيرنا اقبل على ربنا سبحانه وتعالى بالطاعة فحاول مرة وتنتين وما استطاع وقال انه انا ما عندي ارادة للاقبال على ربنا سبحانه وتعالى، انا هون ربنا كتب لي ان اكون انا عاصي لإله. هذه الحالة من التردد بين المعصية والإقلاع عنها وعدم الاستطاعة وبين الإقبال على ربنا سبحانه وتعالى بالطاعة وعدم الاستطاعة بالقيام بالطاعة هي نتيجة حرب، حرب ضروس، ولكن هذه الحرب وين؟ داخل نفسك بين عدة أطراف. الطرف الأول هو قرينك من الملائكة، والطرف الثاني هو قرينك من الشياطين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة وللملك لمة، فلمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر، ولمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير. وأما الطرف الثالث وهي النفس، فقال ربنا سبحانه وتعالى إن النفس لأمارة بالسوء. فحتى تستطيع الإقبال على ربنا سبحانه وتعالى وتقلع عن المعصية بهمة وإرادة لازم تعرف هذه الحرب وتعرف قواعد هذه اللعبة حتى تقدر تتعامل. هذا الوسواس اللي بيجي من عندي هل هو من الشيطان أم هو إلهام من الملك أم هو من النفس، حتى تقدر تعالج نفسك وتقلع من المعصية وتقبل على ربنا سبحانه وتعالى بالطاعة.